ننتقل دلوقتي نشوف أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمد يوسف يتحدث عن أهداف مواجهة جمال أثيوبي. بوابة أخبار اليوم سيد عبد الحفيظ، مباراة جيما غاية في الأهمية. بوابة الشروق الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة اليوم قبل السفر للإسكندرية. اليوم السابع الأهلي يختبر مؤمن زكريا طبياً بعد إجهاد العضلة الخلفية. سوبر كورة، الأهلي يعسكر في إسكندرية اليوم استعداداً للجيما. البوابة، الأهلي يشكر مدير أمن إسكندرية. فيتو، فحص طبي لحارس الأهلي قبل المران المسائي. الشروق، عبد الحفيظ معلول لن يرحل عن الأهلي. اليوم السابع مجلس الأهلي يجتمع الأسبوع المقبل. وفد شركة جام نوفا الفرنسية يبدأ تجهيز صالة الجمباز بمقر الجزيرة.